شباب، مثل ما طلب واحد من اصدقائكم سيف مراجعه سريعه، واثناء مراجعهم راح اسال، يعني اشوف من وياي متفاعل لا. هاي راح اسوي هسه فايل مال التفاعل. شباب انا ذاك الاسبوع اخر شيء قاعد اقول لكم بدنا نحل معادله تفاضليه ويا 20 طالب، ما حد عرف، بس طالب واحد قال لي هاي ننهم الدينياس. فيعني هذا شوي شلون صار عندنا فد ردة فعل متابعين ويانا. واليوم عندكم كويز بهاي المادة، مني خلص دكتور رائد عندنا نص ساعة نمتحن بها كويز بالمعادلات التفاضلية بدون ابلكيشن. واسبوع الجاي هم راح اكررها هسه عليكم بما ان انضموا ويانا بعض طلاب، الاسبوع الجاي ان شاء الله عندنا امتحان ميد تقريبا ابو ساعة ونص ساعة وربع ما نعرف يعني على الاسئلة. راح يصير بالديفرنشال اكويجن وبالابلكيشن مالتها فيرست اوردر والسكند اوردر الاثنين الجاي ان شاء الله. شباب زين، هسه انا شباب راح نشير هسه الشاشة مالتنا. هاي المراجعة السريعة الديفرنشال اكويجن، راح بس احشي الخطوات مالتها و وراها راح اروح على السكند اوردر هم احشي الخطوات مالتها، بعدين على الابلكيشن مراجعة سريعة، بعدين دكتور رائد ان شاء الله يكمل ويانا المادة الجديدة مال اليوم. هاي شباب سوليوشن فور فيرست اوردر ديفرنشال اكويجن، عندنا احنا اصلا الديفرنشال هي بارشال واردينري. Ordinary يعني function كانت y function of x، والpartial هي لما كانت الفانكشن مالتنا x y. طبعا طريقة الحل مال ordinary تعرفوها سابقا دارسيها من صف أول، حتى صف ثاني هم دارسين partial. Partial differential هي first order عندنا second order. هنا بالfirst order طبعا راح يصير عندنا أنواع، أبسط الأنواع هو separable إنه قابل للفصل dx dy، ولينير اللي هي بهاي الصيغة تكتب dy over dx px y يساوي qx، والإكزاكت ديفرنشال إكويجن لما عندي تو فانكشن وكل فانكشن من ذني هي xy والمجموع مالتهم يساوي صفر. الإكزاكت ديفرنشال نون إكزاكت، نوت إكزاكت لما البارشال of m over y على لا is not equal partial n over x فتكون نوت إكزاكت ديفرنشال إكويجن، أيضا تو فانكشن مجموعهم يساوي صفر. نحلها بطريقة الانتجريتنج فاكتور، وعندنا الطريقة اللي أخيرة شرنا لها هي الريديوسابل تو سبيرابل، يكون بيها عندنا الفانكشن مالتنا عبارة عن نوت واي اور اكس انما واي اوفر اكس، ايضا بها كان صيغة للحل، صيغة عامة للحل هي دي واي اوفر دي اكس يساوي يو بلس اكس دي يو اوفر دي اكس. هذه اذا عندنا partial differential equation first order. بالنسبة للسكند اوردر بالنسبة للسكند اوردر اللي هي كانت بالمثال اللي حلينا عليه بالمحاضرة راحت مال يوم الخميس، قاعد نحل مال سكند اوردر الابلكيشن مالتها. سكند اوردر عندنا تنقسم قسمين هوموجينيوس نون هوموجينيوس. هوموجينيوس اول خطوة دائما بالسكند اوردر هوموجينيوس نون هوموجينيوس نساوي المعادلة بالصفر ونحول الواي دبل برايم الى ار تربيع ونحل السؤال. هنا بالمثال ما كاتب ار تربيع، كاتب ام تربيع، فنطلع الروت حسب الروت مالتنا للهوموجينيوس بارت يكون الحل نسميه واي اي بحاث هي هوموجينيوس. لان هوموجينيوس هاي الواي راح نسميها واي سي كومبلمنتري سوليوشن، وناخذ بعدين الجزء النون هوموجينيوس بارت، حسب النون هوموجينيوس بارت راح نحل البارتيكولر سوليوشن مالتنا
مثل ما قاعد تشوفون هنا لهم الجينيوس بارت مسميه جي تي فانكشن اللي لا تساوي صفر، وحسب نوع الجي تي راح نحل الواي بي، نفرضها كفرضية أول مرة، بعدين هاي الكونستانتس تبقى عندنا نهاية السؤال ماكو مشكلة إذا طالب منا بس حل الديفرنشال إكويجن. أما إذا كان عندنا أبلكيشن ذن الديفرنشال إكويجن راح يصير عندنا بيها باوندري كونديشن، نعوضها ونحسب مقدار الكونستانت مالتنا أي بي سي إيش قد. ننهم الجينياس عندنا هاي السر تشوفوه السر معروض قدامكم بالشاشة، هذا الطريقة يسموها undetermined coefficient، طريقتين اللي حلنا انهم الجينياس، احيانا يحددنا بالسؤال احيانا ما يحددنا بالسؤال. طريقة الحل undetermined coefficient هي هذه طريقة حلها، حلين عليها مثال او مثالين حلين عليها. وعندنا الطريقة الثانية ننهم الجينياس هي verified parameter verification of parameters اللي هي ايضا y c بلس واي بي. واي سي هي طبعا نفسها من هوموجينيوس، الواي بي هنا تختلف، الواي بي هنا تختلف راح نعتمد عليها ايجادها من خلال العلاقتين 0 اكوال الواي سي هي طبعا تساوي سي 1 يو 1 بلس سي 2 يو 2، والعلاقه اللي نحتاجها احنا 0 اكوال تو في برايم 2 دوت يو 2 في برايم 1 يو 1، وعندنا الفانكشن اوف اكس يساوي في برايم 1 يو 1 بلس في برايم 2 يو 2، ونحلها طبعا طريقة الماتريسيز ونطلع ايضا قيم الواي سي، نطلع قيم سي 1 ويو 1، هاي مجهولين متغيرين معادلتين يو 1 يو 2 نطلعهم ونحذف، نحسب اليو سي الواي سي كومبلمنتري سوليوشن بعدين نجمعها. هاي بصورة عامة الصيغ العامة لحل الأسئلة مالتنا الهوموجينيوس نون هوموجينيوس سكند أوردر ديفرنشال إكويجن. زين هسه شباب نروح على الأبلكيشن. أبلكيشن أوف فيرست أوردر طبعا شرحناها كانت مال التركيز الملحي، تركيز الأملاح بالسوائل إذا عندنا خزان ونضيف عليه. خلي ما يخاف خلينا نرجع عليها نراجعها لو ما يحتاج تشوف، نروح على السكند أوردر. دكتور راجعها راجعها خلي لعز نسوي إيقاف مشاركة تديس الشاشة، نرجع نسوي مشاركة لهاي الشاشة. هسه شباب هاي قاعد تشوفوها المحاضرات مال الديفرنشال اكويجن، طبعا هاي مال السكند اوردر هي منتهيه، قبلها هي كان مال فيرست اوردر، عندنا كان شرح عليها هو هذا ميكسينج بروبلمز ابلكيشن اوف فيرست اوردر اوردينر ديفرنشال اكويجن. هنا انا فرضنا عندنا فد خزان كونتين ا فول سولت سوليوشن اوف سيرتين كونستريشن اف وي بامب، فدائما هي مسائل هاي عندنا يصير ضخ من الخزان وتصير اضافه محلول ايضا او بيور ووتر او محلول ملحي اخر للخزان. فالريت دائما هو يطلب بالسؤال ريت اوف تشينج اوف سولت ان كونتينر، تغير تركيز الاملاح بالخزان. تذكرون ايش قلنا عليها هاي وين تطبيقاتها؟ كمهندسين يعني وين نطبق هاي هذا الموضوع؟ بس تذكرون زين اللي يتذكر يرفع ايده. rate of change of salt in container هو rate of inflow minus rate of outflow، وقلنا احنا rate of inflow راح نحولها بعدين هاي طبعا الى معادله تفاضليه، راح يكون هو الكونستريشن الداخل في rate of water flow minus concentration الخارج في ال rate of water flow of طبعا out flow. في ال out في ال out concentration في ال rate مالت ال out، وال in concentration in في ال rate في ال in. تغير دائما احنا حطينا هذا الرمز ال AT، تغير تركيز الملح بالمحلول للمحلول بالخزان هو AT، فمن كتبه بالرموز راح يصير dA over dT
والكونستريشن ان راح يعطينا معلوم بالسؤال، والريت ايضا يعطينا معلوم بالسؤال، والاوت نفس الشيء. زين شباب، اذا قال لنا هسه بيور ووتر، هذا المثال الاول قاعد يقول انا قاعد اضيف بيور ووتر، فجيت الكونستريشن ان مالته. ماكو واحد عنده فكرة يا معودين؟ محاضرات هي كلها عندكم. نعم هالة. صفر دكتور، صفر. ليش؟ يعني بيور لأنه ما بي إضافات. نعم هالة سعد. بيور لأن ماكو كونستريشن عندنا. إذن راح يصير عندنا الإن هو صفر. مثل ما قاعد نشوف احنا بمثالنا قاعد نقول هنا هذا مثال بيور ووتر مضاف، فالان صفر، والريت مال ان هو 10 لتر بير منت. الاوت كان هو طالبه بالسؤال، عفوا ما كان طالب بالسؤال، احنا مطلوب من عندنا حتى نعرف ايش قد. فبقى هو اي تي على الريت مالتنا كان 10، والتركيز هو الحجم الخزان الف، فالكونستريشن اوت هو بقى مجهول، صار التكامل بالنسبه الى دي اي اوفر دي تي. مثل ما شفتوا نحل السؤال، والباوندري كونديشن مالتنا احتاجيناه حتى نعرف الكونستنت مال التكامل السي، لان هو عندنا الاماونت اوف سولت ات تايم زيرو كان هو 15 كيلوغرام، من عوضناها طلعنا السي ايش قد، وبعدين طلعنا العلاقه للاي تي، هو كان مطلوب بالسؤال اي تي. وهذا المثال اللي بعده طبعا هم نحل تقريبا صيغه مشابهه للسؤال الاول. زين عندنا هسه الابلكيشن اوف سكند اوردر، خلينا نرجع نعرض الفايل اول مره. زين هسه الابلكيشن اوف سكند اوردر عندنا فايبريتنج سبرينج، وشرحنا عليها. احنا قلنا اول شيء، اول علاقه لفري موشن انه ريستورينج فورس ماينس كي اوفر اكس، نسوي قانون نيوتن، فالكتلة القوة تساوي الكتلة بالتعجيل الأرضي، هذا قانون نيوتن، راح يساوي لنا ثابت السبرينج في الإزاحة اللي يقطعها تحت تأثير هاي الكتلة مالته، ناقص تأثير قوة خارجية. هاي الصيغة شباب، هاي الصيغة عامة، أنت نجيك بالسؤال ما تحل بغير هاي الصيغة، فتنقل كي إكس للجهة الثانية، فيصير عندنا إم دي تربيع إكس دي تي تربيع بلس كي إكس يساوي زيرو. كل الفري موشن نحلها بهاي الصيغة. ليش هنا يساوي ناقص اكس؟ ليش ناقص كي اكس؟ ليش مو موجب؟ نعم زهراء. دكتور لان حولناه هو كان موجب فحولناه للطرف الثاني فصار سالب. ابويا هو بالاول من من كتبنا بالقانون هو كان سالب، حولناه صار موجب، بس انت حكيتيهم بالعكس. زين بس هو ليش سالب؟ كان سؤالي. للإزاحة دكتور؟ لأنه حركته عكس، حركته شنو؟ عكس الوزن، الوزن قاعد ينزل للأسفل، فالفرض هو الأسفل موجب، فشوف العلاقة مع الفورس موجبة يساوي ماينس كي اكس، هو قاعد يرجع للأعلى عكس الجاذبية الأرضية، من نقله صار موجب. هاي الصيغة العامة مالتنا. زين هسه ما انطيناش فلوس زهراء، لازم تشدين حيلك على الاسئله الجايه. زين هسه هنا وراها راح نحل السؤال، مثل ما شفتوا اكو عندنا كان مثال حلينا عليه شلون بسطناها، وش قد طلع عندنا هاي السكند اوردر ديفرنشال اكويجن شلون حليناها. طبعا المفروض تعرفون انتم هسه هي هاي السكند اوردر ديفرنشال اكويجن، شال دي اكس دي تربيع اكس على دي تي تربيع، سواها ام ار تربيع بلس كي. زين هذا فري موشن، وقلنا هذا يطلع هارمونيك، سمبل هارمونيك موشن، منعوفه ورا فتره راح يتناقص، تتناقص الحركه لان تصير صفر، يعني نفس علاقه الامبليتيود وذ تايم راح تصير بهاي الصيغه. هاي شكلها تقريبا يطلع العلاقه. هذا نفرض هسه المحور الافقي هو تايم،
محور العمودي هو الامبليتيود الديستنس المقطوعه، فتكون بالسالب وبالموجب. فهسه راح نبدي مثلا هالشكل، راح نرسمها هالشكل، راح تصير العلاقه يبدي يتناقص الحركه ورا فتره الى ان يرجع يصير للصفر، فهذا شيء يسموه هارمونيك موشن. زين، العلاقة الثانية هي الدامت فايبريشن. مثل ما شفنا هذا هو النابض الموجود أكثر بالسيارة وبالبايسكل، دامت كونستانت نفس العلاقة، بس راح نضيف لها أكو دامت فورس. بما أنه الدامت فورس هي أيضا باتجاه الماس، فتكون بهاي اتجاهها موجب، فالدامت فورس هو راح يصير سي، راح يضربها بالفيلوسيتي دي اكس اوفر دي تي، عشان هي ايضا يساوي ماينس كي اكس، نقلنا الكي اكس، فصارت هاي العلاقه الثانيه لما عندنا دامب موشن، دامب فايبريشن. وهاي طبعا بها علاقات الاكس والتايم تختلف عن العلاقه الاولى، تناقص راح يصير يقيدنا هذا السبرينج، راح يقيد الدامبنج فيقيد الحركه مالته. وطبعا هاي قلنا احنا الحل مالتها راح يصير 3 كيسز، بالحاله الاولى كان عندنا 1 كيس للحل، هنا عندنا 3 كيسز R1 R2 حسب مقدار، هذا أكبر من صفر أوفر دام، وإذا تساوي صفر كريتيكال، وإذا أقل من صفر أندر دامبنج، أيضا يكون الهارمونيك موشن. إذا كان هو أقل من صفر المقدار سي تربيع ماينس 4 MK. هنا أنا بس بدت أقول أنه نعم، مقدار السي دائما هو شو نسميه شباب، هذا السي من يعرف؟ ثابت شنو؟ آية تكامل؟ لا أبوي مو ثابت تكامل، هذا سي سي هاي الحالة العلاقة بالدامبينج هو ثابت، بس ثابت شنو؟ والله بس يعني أعرف رقم ثابت. يلا هسه هم حكيتي بدون ما ترفعين يدك، وهم مو كلش الجواب. زين حسين، حسين عبد الرزاق. لا دكتور ما له علاقة، لأن هو ثابت. أعرف ثابت شنو؟ هسه الكي ثابت السبرينج، السي شنو؟ حسين هلا ما يخالف، أنت فرصة لأصدقائك. هذا الشباب هو الكونستانت دامبينج، هو ثابت التخميد. هذا السي دامبينج فورس اللي هو السي، عندنا هنا سي في الدي اكس اوفر دي تي. تمام شباب، فالسي هسه من راح نشوفه راح يقول لنا كونستانت دامبينج كونستانت، يسميه هذا السي بوزيتيف كول دامبينج كونستانت، الكي هو ثابت السبرينج والسي هو دامبينج كونستانت. فقلنا احنا حسب علاقة هاي حلوها بالدستور بصيغة عامة، هاي حسب علاقة السي تربيع ماينس 4 ام كي راح نعرف انه الشكل مال بيهيفر والامبليتيود علاقته والتايم. شرحناها يوم الخميس هذه الفورس فايبريشن الحالة الأخيرة، انه اذا عندنا مع الدامبينج فورس عندنا اكسترنال فورس خارجية. فهنا ضفنا للصيغة مالتنا الام، طبعا هنا دائما الليفت هاند مال المعادلة هو ام، كتلة في التعجيل الأرضي، فهو ام دي تربيع اكس على دي تي تربيع، راح يساوي ريستورينج فورس زائد دامبينج فورس زائد اكسترنال فورس، فراح يظهر عندنا هذا الحد اف تي. فهنا شباب صار عندنا المعادله التفاضليه، صار نوعها هوموجينيوس لو نون هوموجينيوس؟ نعم نعم حسين عادل، نون هوموجينيوس. نون هوموجينيوس بالضبط. حسين عادل، من بعد رفع ايده؟ خلينا نشوف حتى ايش نزلت في ايديكم، حتى نسال سؤال وراء اللي فرصه للطالب اللي رفع ايده. يلا حسين عادل، رفع ايده ولا انزله ما اعرف انا. زين خلينا نكمل. فهنا شباب صارت عندنا هوموجينيوس بالحالات اللي راحت
شباب دي اكس اوفر دي تي شنو معناها؟ يعني شرحناها بس بسرعه. زين ليش هاي، ليش هذه صارت من هوموجينيوس الباقات كانت هوموجينيوس؟ نعم حسين دكتور، هذا متغير السرعة دي اكس على دي تي بالنسبة هذه للزمن. السرعة، هذه السرعة بالنسبة للزمن. حسين عبد الرزاق وسأل، يلا راح حسين. السؤال اللي بعده سألنا عن حسين محمد. دكتور، المعادلات السابقة كانت تساوي صفر، هنا بسبب وجود الفورس كانت تساوي، ليش هنا صارت انا تساوي صارت تساوي صفر؟ فانكشن. انا هم انقل الاف في هاي الجهة ويصير صفر. هنا مثلا وجود انقل الاف في الفورس، هاي الجهة، نعم وجود الفورس القوة. هاي ايه، ليش صارت تساوي صفر؟ فهاي انقل اف تي لهاي الجهه، حاله حاله اللي شال فورس، يعني الدامبنج هم فورس. هاي هنا عندنا، لو انتبهين شو عندنا، اف تي هاي علاقه فورس وذ، نعم هنا بعد رفع ايده، نعم زهراء، دكتور لأنه متغيرة مع الزمن، لأنه نعم الفورس لان هاي متغير هنا معه. بالضبط زهراء، الفورس هنا متغيرة مع الزمن. اوكي، فاذا هي فانكشن اوف تي، ما اقدر اوديها ذيك الجهة، بينما عندي انا كل هاي الجهات الاخرى هي مو فانكشن اوف تي، هي مشتقات. فهاي الجهة مشتقة، لما نسوي الديفرنشال اكويجن مالتي فهاي الجهة مشتقة وهاي الجهة فانكشن، بعدين اقدر اكامل واقدر احل السؤال. زين فهنا شفتوا كان الهوم ورك مالتكم هذا المثال اللي كان بها هذه، والنتيجه النهائيه كانت تطلع عندنا هي هاي العلاقه مال اكس تي. اخر سؤال اسالكم حتى الدكتور رائد بعد راح يبدا ان شاء الله يكون محاضره. اكس تي هنا شباب شنو نسميها قبل في حلول المسائل؟ بس شرحناها لخصنا الحلول مال نون هوموجينيوس، شنو نسميها قبل الاكس تي؟ الاكس تي شنو نسميها قبل؟ شنو نسميها غير تسميه، بس هسه بالتطبيقات سميناها اكس تي. تمثل اكس تي زين، ما اعرف شنو اسمها السابق. تمثل اكس تي شباب، ماكو شيء، يلا دكتور رائد اسوياكم ان شاء الله يكمل موضوع جديد. بس لازم تسمع منا لان هذا ايه، بس خلي اشلع هاي دكتور اني اما اقعد بصفك دكتور، لا تسمع منا. اي سماعه شد لا هذا ايقاف المشاركه هسه لو شنو هذا؟ Stop presentation. One شو ماكو هنا موقف. رحم الله والديك. المحاضرة ما نزلتهم وين؟ ايه هسه شير ويندو، مو المفروض تطلع لي هنا ويا ذني؟ شو ماكو؟ تستخدم الماوس. كل الغاء دكتور ايمو، الغاء ويندو. المفروض منا هذا. المفروض انه موجود هنا. بس
You want to see it? No. هسه بقى بس هذا اللي عنده. لازم تنزل من نافي. في دي اف. لا في دي اف. تم تطبع من الهومورك على صفحة واحدة. في دي اف فايل. فوقفن هذا الني؟ هو دكتور ما قبل يدلني عكس هاي على اليوتيوب. فعندي. فتصير الدكتور الورقة الثانية. لا الثانية هم المفروض غير يطلع له بس. ما يقدر بس فايل واحد. اوكي اعطيني ها اوكي السلام عليكم طلاب تسمعوني عليكم السلام اسمعك دكتور كل زين وياكم دكتور رائد عيني اني استاذ ازهر ان شاء الله حنكمل وياكم محاضرات هالكورس وينضاف لنا دكتور مصطفى ان شاء الله نهايه هذا الكورس المحاضرات طبعا هسه اشرح لكم استاذ ازهر الديفرنشال اكويجن والابلكيشن ان شاء الله الاثنين الجاي حيكون عندكم امتحان بالماده اشرح لكم اياها من بدايه الكورس الى الان هسه حنبدي موضوع هو مرتبط بالديفرنشال اكويجن فحيكون هو عباره عن العنوان مال المحاضره مال اليوم ان شاء الله هو سولفينج لينير ديفرنشال اكويجن باي يوزنج باور سيريز ميثود يعني احنا هسه حلينا لينير ديفرنشال اكويجن لينير ديفرنشال اكويجن اشرح لكم اياها استاذ اسهر عباره عن جزئين شنو النوعيتين عندكم الفيرست اوردر اوردينري ديفرنشال اكويجن والطرق اشرح لكم اياها انا كيف موجود هسه حاليا بنشرح راجع لكم اياها الخمس طرق وبالاضافه الى السكند اوردر اوردينري ديفرنشال اكويجن وهي عباره عن شنو طلاب قلنا الهوموجينيوس والنون هوموجينيوس ديفرنشال اكويجن هوموجينيوس والنون هوموجينيوس ديفرنشال اكويجن وحليتوها بالطريقه العاديه اللي هي شنو طلاب حليتوها بالطريقه العاديه وجدنا قيمه الواي سي والواي بي انا دائما من اشرح للطلاب اريد اوضح لهم شنو معنى الواي سي والواي بي اللي هو الجنرال سوليوشن طلاب انتوا وياي الجنرال سوليوشن للديفرنشال اكويجن شنو معناها الجنرال سوليوشن للديفرنشال اكويجن اكو احد من الطلاب يعرف شنو معنى الجنرال سوليوشن للديفرنشال اكويجن اللي يعرف يرفع ايده طلاب وياي سمعوني تفضل مسلم بس ورقه شلون تغيرات دقيقه مسلم بس خلينا نفتح اكسل شيت على مود نسجل اسمك مسلم شنو الجواب الجنرال سوليوشن للديفرنشال اكويجن معناه؟ بدون متغيرات؟ لا هو شنو معناه من اقول هذا الجنرال سوليوشن لهاي المعادله يعني بدون المتغيرات الخاصه مالتها لا مو المتغيرات هو الجنرال سوليوشن هسه احنا من عندنا معادله عاديه كاركترستيك اكويجن هاي اللي كنا ناخذها بالاعداديه وبالمتوسطه اكس تربيع زائد 2 اكس زائد 3 تساوي صفر كنا نحلها اما بالتحليل
أو بالدستور إذا تتذكرون طلاب، صح لو خطأ؟ تفضل مصطفى. دكتور الحل العام للمعادلة؟ الحل العام للمعادلة، صحيح مصطفى، الحل العام للمعادلة. مصطفى شنو؟ مصطفى مؤيد. مصطفى مؤيد. الحل العام للمعادلة معناها، معناها من نعوض قيمة الواي، الواي بي أو الواي سي بالمعادلة، الطرف الأيسر للمعادلة للديفرنشال إيكويجن يساوي لنا الطرف الأيمن للديفرنشال إيكويجن، فنقول إنه هذا هذا الحل هو جنرال سوليوشن للديفرنشال إيكويجن. يعني الطرف من أعوضه بقيمة الواي والواي دبل برايم والواي برايم حتتعوض، الطرف الأيسر حيساوي لنا الطرف الأيمن بعد ما نعوض قيمة الجنرال سوليوشن، فهذا المعنى من الجنرال سوليوشن. فهنا استاذ اسهر شرح لكم اياها وانتم ماخذيها بالاول ديفرنشال ايكويشن الطريقه العاديه. هسه حنحاول نحل الديفرنشال ايكويشن باستخدام السيريز. السيريز طبعا انتم اخذتوها بالكورس الاول، السيريز اللي هي باور سيريز والتيلر سيريز والماكلوريان سيريز. بس هنا هسه انا ايش حسوي قبل ما ابدي بمحاضره سولفينج لينير ديفرنشال ايكويشن باي يوزينج باور سيريز ميثود، حسوي لكم مراجعه، مراجعة سريعة للسيريز على مود تكونون تكون عندكم صورة واضحة. من نبدي إن شاء الله بالمحاضرة الجاية نحل differential equation باستخدام الباور سيريز ما حنواجه مشاكل. فأول نقطة حنشرحها بالسيريز كمراجعة، هاي مراجعة طبعا أنتم أخذيها بالكورس أول والمفروض كلها تتذكروها لأن ما صار لكم يمكن إيش قد تقريبا طلاب، يعني ما صار لكم أقل من شهر شهر إيش شيء. فالباور سيريز شنو معنى الباور سيريز؟ اكو حد يعرف تعريف الباور سيريز طلاب؟ تعريف الباور سيريز، الباور سيريز طلاب هو عبارة عن قلنا المتتالية التي تحتوي على فاريبل اكس مرفوع للاس ان. كل متتالية، كل سيريز معناها بالعربي متتالية، كل متتالية تحتوي على متغير اكس مرفوع للاس ان هاي نسميها شنو طلاب؟ نسميها باور سيريز. وقلنا الجنرال فورم للباور سيريز هو عشان تنساها الجنرال فورم للباور سيريز قلنا يا هي طلاب اللي هي تمثل لنا سميشن قلنا summation n equals 0 to infinity اي n px ناقصا c اس n. اوكي طلاب هذا general form للpower series. ليش سميناها power series هاي؟ لانه تحتوي على variable x مرفوع للاس n او مرفوع للقوة n، فسميناها power series. الpower series هاي عندنا السنتر مالتها الجنرال فورم هو المفروض احنا نعرف شنو معنى center of the power series. قلنا السنتر اوف ذا باور سيريز هو عباره عن سي للجنرال فورم. اما اذا كان السي ات ذا اوريجين، اذا كان عندنا سي ات ذا اوريجين معناها شنو؟ السي هنا قد قيمته طلاب؟ اذا كان عندنا الباور سيريز، الباور سيريز اذا عندنا السنتر ات ذا اوريجين معناها سي عندنا اكوال زيرو، واضح طلاب؟ فهذا شرحناه سابقا هنا. الباور سيريز إذا كانت السنتر مالتها at the origin قلنا ال c equal 0. فعندنا نقطة مهمة شرحناها بالمحاضرة السابقة، هسه نريدكم تركزون عليها لأنه حنحتاجها بالdifferential equation. هي قلنا هنا الباور سيريز تمثل دالة، هسه لو تلاحظون إنه بالهذا الفولدر شرحناه سابقا بالكورس الأول، fx هاي دالة of x يعني دالة تحتوي على متغير X. شو تمثل لنا power series؟ في يا حالة تمثل الباور سيريز الفانكشن، إذا كانت الباور سيريز هي عبارة عن convergence، convergence يعني تتقارب النتيجة مالتها summation للباور سيريز. إذا تقترب للنتيجة of the function نقول عليها convergence، إذا تبتعد وتذهب للإنفينيتي نقول عليها شنو طلاب؟ divergence. واضح طلاب؟ وقلنا ايضا انه
الconvergence of the power series أما ثلاث حالات يعتمد على الدومين of the power series. منو يتذكر هن الثلاث حالات للدومين of the power series؟ طلابك أحد يتذكرها؟ ألو؟ ماخذين الكارسل صار. اوكي طلاب، فالدومين قلنا اما اذا كان الدومين هو المدى اللي يحقق السيريز، يعني شنو المدى الذي يحقق السيريز، يعني من عوض القيمة اي قيمة ضمن الدومين للسيريز تساوي لنا الدالة اللي تمثلها، تساوي الدالة اللي تمثلها. فاما يكون at the origin لما يكون c equal 0 فهذا الراديوس اوف ذا كونفرجنس يساوي لنا طلاب يساوي صفر، والدومين هو x ناقص c اكبر او يساوي لنا صفر واصغر او يساوي لنا صفر، فحتطلع عندنا الدومين هو equal 0. او اذا كان عندنا الدومين كل قيم x، كل قيم x من ناقص انفينيتي للانفينيتي، اذا كان عندنا الدومين كل قيم x من ناقص انفينيتي للانفينيتي فحيكون الراديوس اوف كونفرجنس عندنا شنو طلاب؟ انفينيتي، الراديوس اوف كونفرجنس انفينيتي. اما اذا كان عندنا الدومين هو القيمه معينه فحيكون عندنا الراديوس اوف كونفرجنس يعتمد على السنتر، السنتر اوف ذا سيريز. فمثلا اذا كان عندنا السنتر ات ذا اوريجين فدائما الدومين يكون اراوند شنو طلاب؟ around the origin، يعني فرضا من ناقصا 2 الى 2، من ناقصا 2 الى 2. فهاي الراد تراجعوها مراجعة سريعة للمحاضرات السابقة، وعرفنا انه شلون نوجد الدومين باستخدام يا طريقة. من يتذكر طلاب شلون نوجد الدومين؟ هذا سهل، هذا ما يحتاج لها شيء. فعلوا وياي شوية طلاب، حيدر ماجد حيدر ماجد تسمعني؟ الو حيدر ماجد، زينب احمد، زينب جميل، ماكو شو قاطع كل زين. اوكي حسين عبد الرزاق تفضل. دكتور عن طريق الليمت لو ما في عافية، مو الليمت هو نسميه هنا الريشيو تيست اذا تتذكروا، عن طريق الريشيو تيست هو الليمت ان تقترب من الانفينيتي للسيريز ان زائد واحد على السيريز نفسها. اوكي تمام دكتور، هو هذا المعادله مالته قلنا سميناها شنو طلاب؟ سميناها الريشيو تيست. على مود نوجد الدومين اوف ذا سيريز نحتاج الريشيو تيست. الريشيو تيست اذا كانت هاي السيريز فالليمت من ان تقترب من الانفينيتي للسيريز نفسها نعوض بدال كل ان زائد واحد، نعوض بدال كل ان زائد واحد على السيريز نفسها، فنقدر نوجد السيريز، فنقدر نوجد الدومين اوف ذا سيريز. وعرفتوا طلاب ايضا شلون يعني بالمحاضرات السابقه وبالكورس السابق انه شلون نشتق السيريز الباور سيريز، قلنا شرحناها. اذا كان عندنا جنرال فورم هو اي ان في اكس ناقص سي مرفوع للاس ان، ومن نقدر نفك السيريز حتطلع عندنا اي نوت زائد اي 1 في اكس ناقص سي زائد اي 2 في اكس ناقص سي مرفوع للقوه 2 وهكذا، اي 3 في اكس ناقص سي مرفوع للقوه 3. فالمشتقه الاولى للفانكشن ايضا لازم نشتق المشتقه الاولى للسيريز، فحتكون عندنا اذا كان عندنا هذا السيريز هي هاي اول وحده اي نوت زائد اي 1 اكس ناقص سي زائد اي 2 اكس ناقص سي زائد تربيع، فالمشتقه مالته شو يصير طلاب؟ حيصير اي نوت شنو مشتقه الاي نوت بالنسبه للاكس؟ اي نوت بالنسبه للاكس هي الصفر اشتقيناها سابقا. طبعا هاي لازم تركزون عليها لان نحتاجها بالديفرنشال اكويجن طلاب، هاي كلش مهمه. على مود نحل ديفرنشال اكويجن لازم نفهم هاي الخطوات الرئيسيه، الاف اوف اكس الداله مالتنا اذا كانت تمثل لنا سيريز باور سيريز، فالباور سيريز من نريد نشتق الفانكشن لازم نشتق الباور سيريز، فالباور سيريز الجنرال فورم مالتها
قلنا هو اي نوت زائد اي 1 في اكس ناقص سي زائد اي 2 في اكس ناقص سي تربيع زائد اي 3 في اكس ناقص سي اس 3. فمن نريد نشتقها طلاب نشتقها الاي نوت كونستانت بالنسبه للاكس راح يصير صفر، الاي 1 مرفوع مضروب في اكس ناقص سي فنريد نشتقها بالنسبه للاكس حتبقى بس اي 1 اوكي طلاب، زائد اي تربيع في اكس ناقص سي مرفوع للقوه 2 نريد نشتقها بالنسبه للاكس طلاب نشتقها شلون، ننزل الاثنين 2 في اي 2 في اكس ناقص سي زائد 3 في اي 3 في اكس ناقص سي اس 2. طلاب اكو واحد عنده سؤال على هذا الاشتقاق؟ طلاب اللي عنده سؤال يحتاج اوضح له نقطه معينه باشتقاق السيريز. استاذ شاشه راحت. نعم شهد تفضلي. الملزمه ماكو موجوده بالشاشه. الملزمه ما موجوده بالشاشه. نعم استاذ. ليش ما مو هسه مبراها؟ هسه يلا فتحت السب. هسه موجوده عندكم مو طلاب؟ اي اي لا هي هاي السيريز لكتشر هي عندكم احنا بس هاي نسوي لها يمكن عرفت هي انتم هسه بدها تطلع لكم الديريفاتيفز اند انتجرالز اوف باور سيريز طلاب اي نعم شهد شهد وياي اي نعم استاذ طالع عندك هسه هاي واضحه المحاضره اوكي فهسه انه اكو واحد عنده سؤال شلون اشتقينا السيريز اشتقيناها بالنسبه للاكس حسين اسمه طلاب جاوبني حسين شنو قبل شوية حسين حسين عبد الرزاق دكتور حسين عبد الرزاق اوكي انت مشارك سابقا بس نضيف لك اي نعم دكتور ما صار دكتور يعني اللي شارك اكثر من مره يسجل اسمه اكثر من مره اكيد 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 تمام دكتور تمام اوكي طلاب هسه احنا اهم شيء افتهمتوا وياي شلون نقدر نشتق السيريز بالنسبه للاكس فاذا كان عندي جنرال فورم مالتي للسيريز اللي هو سميشن ان ايكوال 0 تو انفينيتي اي ان في اكس ناقص سي مرفوع للاس ان المشتقه مالتها من اشتقيناها صار لها انذر جنرال فورم يعني جنرال فورم اخر صار مو نفس الجنرال فورم السابق هذا الجنرال فورم للسيريز بدون اشتقاق الجنرال فورم بعد الاشتقاق حيكون عندنا سميشن ان من واحد للانفينيتي في ان اي ان في اكس ناقص سي شنو طلاب مرفوع للاس ان ناقص واحد هذا حولنا هذا التيرمات اللي عندنا التيرمات صفر زائد اي 1 زائد 2a2 في x ناقص c زائد 3a3 في x ناقص c مرفوع للاس 2 وهكذا الى جنرال فورم مالتها الى هذا الشكل جنرال فورم واضح طلاب؟ كذلك الانتجريشن اذا نريد نسوي انتجريشن نريد نسوي انتجريشن للطلاب للفانكشن فلازم نسوي شنو؟ نسوي انتجريشن ايضا للسيريز اللي تمثلها كنا احنا كل فانكشن لها سيريز تمثلها ضمن الدومين المحدد لها ضمن المدى المحدد لها فاذا نريد نسوي للفانكشن انتجريشن بالنسبه للاكس اللي هي فانكشن اوف اكس نسوي لها انتجريشن بالنسبه للاكس فايضا السيريز اللي عندنا جنرال فورم لازم ايضا نسوي لها انتجريشن فنعوض بدل فرضا عندنا اي نوت في اكس ناقص سي هاي نسوي لها انتجريشن ايش حصل يا طلاب منو يقدر يجاوبني اي نوت في اكس ناقص سي طلاب اللي يعرف خليه يرفع ايده اريد اكاملها طلاب منو يعرف منو رفع ايده عبد الرحمن شهاب تفضل عبد الرحمن اي نوت في اكس ناقص سي اريد اكاملها شو تصير دكتور نسوي نقول اي نوت على اي زائد الاس ان زائد واحد لا اي نوت في اس اترك باقي التيرمات والان اي نوت في اكس ناقص سي اريد اكاملها بالنسبه للاكس شلون تكاملها؟ تكامل عادي اي نوت في اكس فرضا
شلون تكامل اي نوت في اكس؟ اي نوت في اكس في دي اكس تكامل مالته. طلاب اي نوت في اكس في دي اكس التكامل مالته هو اي نوت في اكس تربيع على 2، يعني هاي تكامل عادي. اي نوت في اكس تربيع على 2 كملنا زيدنا الاس 1 وقسمنا عليه، فهاي اي نوت في اكس ناقصا سي ايش حيصير عندنا؟ اي نوت في اكس ناقصا سي مرفوع للاس 2 على شنو طلاب؟ على 2. اي مرفوع من كامله يصير اي نوت في اكس ناقصا سي مرفوع للاس 2 على عافية اي اي نوت في اي، فيصير عندنا اي 1 في اكس ناقصا سي مرفوع للاس 2 على 2 زائد اي 2 في اكس ناقصا سي مرفوع للاس 3 على 3. هاي كاملته للفانكشن مالتي او من كامل الفانكشن معناه ده كامل السيريز. واضح طلاب؟ هسه اكو واحد عنده سؤال شلون نكامل الفانكشن او شلون نكامل السيريز او شلون نشتق السيريز؟ اللي عنده سؤال خلي يسالني لهاي النقطه رئيسيه بالسولفنج ديفرنشال ايكويشن يوزك سيريز. طلاب اللي عنده سؤال خلي يسال اقدر اجاوبه. هسه حمشي على نقاط اخرى. هسه احنا ما دام اشتغلنا شرحنا الباور سيريز فنجي بعد لازم نمر على التيلر سيريز والماكلوريان سيريز مره الكرام. فاحنا قلنا الماكلوريان سيريز التيلر سيريز هي ايضا لها جنرال فورم، وقلنا الجنرال فورم اللي تمثلها اذا كنا الفانكشن مالتي هي عباره عن اف اكس يساوي لنا سميشن ان اكوال 0 تو انفينيتي اي ان في اكس ناقص سي مرفوع للاس ان. هاي قلنا شنو باور سيريز؟ ليش؟ لانه بيها فاريبل اكس مرفوع للاس ان. اذا الجنرال فورم للتيلر سيريز هو ايضا لها جنرال فورم اللي هي شنو طلاب؟ اشتقيناه وطلع المفروض عندنا هذا الجنرال فورم. هذا الجنرال فورم يصير هذا الجنرال فورم مال تي للتيلر سيريز. انتبهوا عليها سميشن ان اكوال 0 تو انفينيتي اف 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 سي مرفوع للاس ان على ان فيكتوريال في اكس ناقصا سي اس ان. اوكي طلاب هسه هذا الجنرال فورم واحنا ماخذيه بالكورس السابق ماخذيه ما صار لنا هوايه. اللي يجاوبني على هذا السؤال الى بلسين مو بلس واحد. انتبهوا علي يا طلاب اللي يجاوب على هالسؤال الى بلسين اف اس ان سي. لان هنا شو تمثل طلاب؟ اف اس ان سي لان هنا شو تمثل؟ منو رفع ايده؟ تفضلي ايه. دكتور مجموع الاعداد. شنو؟ مجموع الاعداد. مجموع الاعداد مو صحيح. البعدة حسين عادل. دكتور اس المشتقة يعني المشتقة عافية المشتقة اف مرفوع للاس ان يعني هاي المشتقة الفانكشن. اذا اف برايم اذا اشتقها مرة واحدة يعني حصير اف برايم مشتقة الاولى. اذا صار عندنا ان 2 هنا يعني المشتقة الثانية. اذا صار ان 3 معناها المشتقة الثالثة. اوكي طلاب وهاي مثل ما وضح لكم استاذ ازهر سابقا انه المشتقة للفانكشن احنا ماخذيها سابقا بالتيلر سيريز والماكلوريان سيريز واللي يقصد بها هو هنا الاف مرفوع للاس ان هنا ال تمثل شنو طلاب؟ المشتقة. فمنو جاوب حسين شنو قال؟ حسين عادل. حسين عادل حنعطيك اكسيوم. اوكي طلاب فالجنرال فورم للتيلر سيريز هي هاي. سؤال اخر المكالوريان سيريز هسه هذا الجنرال فورم للتيلر سيريز المكالوريان سيريز الجنرال فورم مالته شو يفرق عن التيلر سيريز؟ منو يعرف ومنو يتذكر؟ مكالوريان سيريز البلس هسه دا يوضح لكم استاذ اسر البلس يمثل نص درجه على السعي نص درجة على السعي. فكلش مهم المشاركة كلش مهم التفاعل والمشاركة بالمحاضرة.
طلاب هسه هذا أهم سؤال سهل المفروض تعرفوه. احنا انا اذا عندي ماكالوريان سيريز هذا الجنرال فورم قلنا هاي الجنرال فورم للتيلر سيريز. الماكالوريان سيريز شنو الجنرال فورم مالتها؟ هو مشتق من التيلر سيريز. الماكالوريان سيريز هي مشتقه من التيلر سيريز. شنو الفرق؟ بس عندنا فرق واحد بسيط اللي هو شنو؟ منو يعرف طلاب؟ دكتور السي صفر يصير السي ايكوال زيرو. منو جاوب؟ منو جاوب طلاب؟ علي نشد. دكتور علي نشد علي اوكي طلاب هسه بعد ما عرفنا انه الجنرال فورم للتيلر سيريز هو شنو والماكلوريان سيريز شنو الجنرال فورم الفرق بس نعوض بدال كل سي اكوال زيرو فحتطلع عندنا الماكلوريان سيريز. وعرفنا شلون نشتق التيلر سيريز لاي فانكشن. اذا عندنا اي فانكشن فالتيلر سيريز نشتقها باربع خطوات. الخطوه الاولى هي اشتقاق الفانكشن عده مرات. الخطوه الثانيه نعوض بدال كل سي اكس سي اذا كان عندنا تيلر سيريز. اذا كان عندنا ماكالوريان سيريز حنعوض بدال كل اكس اكوال زيرو. فالخطوه الاولى قلنا نشتق الفانكشن عده مرات. الخطوه الثانيه نعوض بدال كل اكس اكوال زيرو او اكوال سي حسب النوع التيلر سيريز اريدها تيلر سيريز او الماكالوريان سيريز. الخطوه الثالثه هو لازم نوجد الجنرال فورم. نوجد الجنرال فورم للتيلر سيريز بعد ما اشتقينا الفانكشن وبعد ما عوضنا بدال كل اكس سي نوجد الجنرال فورم للتيلر سيريز. والخطوه الرابعه نوجد شنو طلاب؟ نوجد الدومين اوف ذا سيريز. بدون ايجاد الدومين اوف ذا سيريز ما نقدر نقول انه هاي السيريز تمثل لنا الداله. لانه على مود اقول انه هاي الداله تمثلها سيريز لازم هاي السيريز هي كونفرجنس. فالكونفرجنس حسب الدومين اوف ذا سيريز. يعني ما اكو بعض السيريز الدومين من ناقصين 2 الى 2 اذا عوض 3 حصير دايفيرجنس. فاذا صارت دايفيرجنس فما تمثل لنا الداله فلازم الدومين اوف ذا سيريز اوجدها. واضح طلاب؟ اكو حد عنده سؤال اللي هنا؟ اوكي. اكو نقطه مهمه اريد اوضح لكم اياها اللي هي كم ماكالوريان سيريز. طبعا الكم الماكالوريان سيريز هي واحد على واحد ناقصا اكس اللي هي هاي. وهذا السيريز مالتها اللي هي شنو؟ قلنا كم الماكالوريان سيريز هي سميشن ان اكوال زيرو تو انفينيتي في اكس مرفوع للاس ان. الدومين مالتي من ناقص واحد الى واحد. والاكسبونينشال اكس الفانكشن اذا كانت عندي اكسبونينشال اكس الكم الماكالوريان سيريز هو سميشن ان اكوال زيرو تو انفينيتي x مرفوع للاس n على n فكتوريال من ناقص الدومين مالتي من ناقص انفينيتي للانفينيتي. والساين x كذلك والكوساين x واللين 1 زائد x والساين انفيرس x والتان انفيرس x. فهذني طلاب مطلوب منكم حاليا تحفظوهن الكم من ماكالوريان سيريز. اوكي اعطيتهم هوم ورك استاذ ازهر لو ما نعطيهم هوم ورك على المحاضرات الجايه؟ الخميس اي الخميس هذا راح يجي هوم ورك. الهوم ورك يعني هاي اوكي طلاب اوكي. فهسه هذه الكومن ماكالوريان سيريز انا ردت اعطيكم هوم ورك بس انا عندكم امتحان شهري الاسبوع الجاي ان شاء الله فما حطلب منكم هوم ورك بس مطلوب منكم حفظها. مطلوب منكم تحفظون الكامن ماكالوريان سيريز. فهسه بعد ما سوينا مراجعه سريعه للسيريز اللي شرحناها بالكورس السابق هنحاول نشرح ندخل بالموضوع مالتنا اللي هو solving differential equation. solving differential equation شو ما عندها تطلع عندي الغاء هاي سوينا
سويت ستوب بالضبط. في مشكلة كيف الفايل بي دي اف نوع قديم لو ما له علاقة؟ فقط بس شنو مرات يطلع مرات يطلع. انا طالب منك تسوي سيف الاحمر ايه اه تصاغون بي دي اف لا تصاغون نفس الصاغ بي دي اف من داخل نسوي سيف لا ثاني ايه تسلم حبيبي استاذ. عيني طلاب في المحاضره هسه مالتنا solving differential equation using series using series فهسه هنا شرحنا series كمراجعه بسيطه هسه حنبدي بالموضوع بس ما حنكمله يعني نعطيكم بدايه الموضوع عن مدورها كويز صعب ليش الكويز ما شاء الله يعني الربع ساعدنا سيريز طلاب سيريز سوليوشن فهسه ذا باور سيريز ميثود از ذا ستاندرد بيسك ميثود فور سولفينج لينير ديفرنشال ايكويشن وذ فاريبل كوفيشنت ذس سيريز كان بي يوزد فور كومبيوتينج فاليوز اوف سوليوشن وي فيرست ريمبر فور كالكوليتينج ذات ا باور سيريز از ان انفينيت سيريز اوف ذا فورم احنا قلنا الجنرال فورم مالتي هي عباره عن سميشن ان من صفر لانفينيتي اي ان احنا نستخدم غير رموز صار الان صار ان ماكو فرق هي بس غيرنا الرموز ترى نفس الجنرال فورم هي اكس ناقصا اكس نوت مرفوع للاس ام هنا الاكس نوت سابقا كنا نسميها سي بالمحاضره يعني بالشرح السابق هنا انا مستخدم كلمه رمز اكس نوت على مرفوع للاس ام انا متعمد طبعا غيرت الرموز بالمحاضره هاي على المود شنو طلاب على المود اريدكم انه لا تتحددون برمز يعني شلون انتم ماخذين بالميكانيك انتم هسه هم ثاني بالاول اخذتوا بالميكانيك فرضا من نريد نحسب العزم او المومنت اذا كان عندنا نفرض هنا كفرضيه من بدايه السؤال اذا كاونتر كلوك وايز او كلوك وايز انا من بدايه السؤال اريد افرض كلوك وايز البوزيتيف للمومنت كل المومنت بالكلوك وايز اعتبره بوزيتيف كل المومنت بالكاونتر كلوك وايز اعتبره نيجاتيف او اقدر من البدايه افرض فرضيه انه اقول انه الكاونتر كلوك وايز عكس عقرب الساعه بوزيتيف والكلوك وايز نيجاتيف الفرضيه مالتي اطبقها على كل السؤال المفروض النتيجه النهائيه للفرضيتين هو نفس النتيجه ليش؟ لانه انا سويت عندي من البدايه خليت ستاندرد للسؤال واشتغلت عليه فهسه انا غيرت الرموز على المود ما اخليكم تتاقلمون على او تثبتون رموز ثابته عندكم بالحل، اريدكم انه يصير عندكم يعني ادراك اكثر انه هاي الرموز هي عباره عن تتغير ويا اي مصدر، يعني باكر عقبه تريدون تجيبون اي ريفرنس للماثماتكس وتقرون على السيريز فرضا حتقدرون تفتهموها مو الا تجيكم برمز السي والان، يعني مو الا تجيكم سميشن ان ايكوال 0 تو انفينيتي يجيكم بريفرنس معين هو summation m equal 0 to infinity وبدال ال c تجيكم x not او l not فرضا فاني غيرت الرموز على المود انتم تتاقلمون ويا المصادر اللي تقرون عليها بالمستقبل فهسه على العموم انه هو دا يشرح حسب هاي الجنرال فورم للباور سيريز اللي هو احنا شرحناها هسه قبل شويه وقلنا انه ال a not وال a1 وال a2 هي عباره عن constant we call the coefficient of the series then a not وال a1 وال a2 هي constant وال x not قلنا شنو طلاب بالمحاضرة السابقة اللي هي نفسها c not او c اللي هي ال center of the series وال x هو ال variable اللي قلنا هو اعتمادنا انه ما نقدر نعتبر انه هاي series power series اذا ما كان عندنا بها variable x مرفوع للاس n هنا اذا عندنا variable x مرفوع للاس n فحيكون عندنا اذا فرضنا فرضيه ال not equal zero معناها شنو طلاب معناها السيريز عندنا او الباور سيريز السنتر ات ذا اوريجين السنتر اوف ذا اوريجين فحيكون عندنا الجنرال فورم للليست باور سيريز سميشن ام equal zero to infinity اي ام اكس اس ام
ويساوي لنا اذا نريد نفكها للسيريز حصير عندنا اي نوت زائد اي 1 اكس زائد اي 2 اكس تربيع زائد اي 3 اكس اس 3 وهكذا. فهذا الجنرال فورم للباور سيريز، واضح طلاب؟ هسه ايضا هنا ذاكر بالمحاضره اللي تخص solving differential equation using power series، العفو solving differential equation using power series شنو الكمن ماكلوريان سيريز اللي هي مطلوبه منكم تحفظوها، هاي ما تجيكم بالامتحان، انتم لازم حافظيها، يعني من تجيكم الناتج النهائي يكون على صيغه 1 زائد x زائد x تربيع زائد x اس 3 لازم تعرفوها. هاي الجنرال فورم مالته هي summation m equal 0 to infinity في x، يعني x اس مرفوع للاس m، x مرفوع للاس m، وهي تمثل لنا اي داله؟ تمثل الداله 1 على 1 ناقصا x، هاي الداله، فهاي يسموها common function لازم تنحفظ. كذلك اذا جاكم نهايه الحل من نحل الديفرنشال ايكويشن طلع لنا الصيغه 1 زائد x زائد x تربيع على 2 فكتوريال زائد x اس 3 على 3 فكتوريال زائد x اس 4 على 4 فكتوريال، لازم اعرف الجنرال فورم الهاي السيريز او هذا السوليوشن هو سميشن m equal 0 to infinity x اس m على m فكتوريال، والداله اللي تمثلها هي شنو؟ الاكسبونينشال x، فايضا لازم هاي تنحفظ. كذلك شنو طلاب؟ الكوساين x اذا كان عندي طلع عندنا النتيجه بالحل من حل الديفرنشال ايكويشن طلعت النتيجه النهائيه 1 ناقصا x تربيع على 2 فكتوريال زائد x اس 4 على 4 فكتوريال زائد x اس 8 على 8 فكتوريال، فحيكون الجنرال فورم على شكل سميشن m equal 0 to infinity ناقص 1 اس m. ليش ناقص 1 اس m؟ لانه بدها تتغير الاشاره من تيرم الى تيرم اخر، اذا تنتبهون ناقص زائد، فحيصير ناقص 1 m الام زائد 2 في x 2 m على 2 m فكتوريال. كذلك عندنا الفانكشن ساين x، ساين x يصير عندنا اذا كان عندنا الحل x ناقصا x اس 3 على 3 فكتوريال زائد x اس 5 على x على 5 فكتوريال زائد x اس 7 على 7 فكتوريال، حيكون الجنرال فورم على هاي الصيغه ناقصا 1 اس m في x اس 2 m زائد 1 على 2 m زائد 1 واللي تمثل الداله ساين اكس، فهاي ايضا مطلوبه منكم حفظ، فاذن تحفظوهن طلاب تحفظوهن لان اي بس ما يحتاج ما عندهم وقت يشتاقون بالامتحان، يعني بالامتحان انتوا اذا تعرفون اشتقاقهن جيد لازم تشتاقهن، تعرف اشتقاقهن كمهندس انت بس تحتاج تحفظهن. ليش؟ لان بالامتحان الوقت يعني مطلوب منك، يعني على مود تحول هاي الفانكشن هاي النتيجه الى هاي الفانكشن بدل ما تعوض وتشتق وتطلع الفانكشن تحتاج نص ساعه، مباشره تقدر تعوض عنها ساين الاكس واقبلكم اياها كنتيجه. اي نعم. فهسه واضح طلاب؟ لهنا اكو واحد عنده سؤال؟ اوكي طلاب. هسه نقطة رئيسية ومهمة. احنا قلنا السوليوشن مالتي اللي هو قلنا عنه الواي، الواي هو السوليوشن او جنرال سوليوشن للديفرنشال ايكويشن. احنا سابقا عرفنا شلون نطلعها للسكند اوردر. حاليا حنفرض فرضية انه السوليوشن مالتي هي حتمثل الباور سيريز سميشن اي ان سميشن اي ان اكس اس ان. اذا الواي حنقول عنها الواي اللي هو الجنرال سوليوشن للاي ديفرنشال ايكويشن هو الجنرال فورمولها هو اي ان اكس اس ان. فاي ان اكس اس ان للسميشن من ان ايكوال 0 تو انفينيتي، او اي ان اكس اس ان للسميشن من ام ايكوال 0 تو انفينيتي. معنى ام ايكوال، ام ايكوال ايش قد طلاب؟ وزيرو تو انفينيتي، واضح؟ اي ام اكس اس ام، فهاي اذا اريد افكها للسيريز حتصير عندنا اي نوت زائد اي 1 اكس زائد اي 2 اكس تربيع زائد اي 3 اكس تكعيب وهكذا. اذا اريد اشتقها
اذا اريد اشتق هاي الفرضيه مالتي، هاي فرضيه المدوجد الجنرال سوليوشن للديفرنشال ايكويشن، حفظ انه الواي هو عباره عن باور سيريز. فالواي برايم في يصير طلاب الواي برايم اذا اريد اشتقها حصير عندنا اللي هي اي نوت، حصير عندنا شنو اشتقها بالنسبه للاكس طلاب؟ من يقدر يجاوبني؟ اي نوت هنا أنا. اللي يعرف يرفع ايده، اللي يعرف يرفع ايده. حسن اخل دقيقه بس اشيك منو ما مشارك. حسن محمد يمكن ما مشارك. نعم دكتور. اي نوت صفر. اي نوت صفر، ليش يكون صفر؟ ثابت صحيح. حسن محمد. هسه اي نوت اكوال صفر، راح يصير عندنا اي 1 اكس، شنو الاشتقاق مالته؟ حيبقى بس اي 1 زائد 2 اي 2 اكس زائد 3 اي 3 اكس تربيع زائد 4 اي 4 4 اي 4 فرضا. هاي مدى كنترول زد 4 اي 4 في اكس اس 3 وهكذا. المشتقه الثانيه شنو طلاب؟ المشتقه الثانيه للواي حصير عندنا اي 1 هنا انا شي يصير؟ يصير صفر لانه ثابت مثل ما قال زميلكم حسن. راح يصير عندنا اي 1 0 هنا أنا المشتقه الثانيه، حصير عندنا 2 اي 2 زائد 6 اي 3 اكس زائد شنو طلاب؟ 12 اي 4 اكس تربيع وهكذا. فهسه صار عندنا الفرضيه مالتنا انه الواي هو قلنا عليها باور سيريز، اشتقيناها المشتقة الأولى والمشتقة الثانية. فهسه عندنا مثال، حناخذ مثال واحد ونتوقف عن مود يصير الكويز. المثال هو عبارة عن solve y prime ناقصا y equal 0، y prime ناقصا y equal 0. طبعا هاي عندنا شنو هاي differential equation؟ من يعرف من يعطيني definition مالتها او العنوان لل differential equation؟ اللي يعرف يرفع ايده طلاب، اللي يعرف يرفع ايده. هاي شنو هاي الديفرنشال ايكويشن؟ وياي طلاب اللي يعرف يرفع ايده شو اسمها هاي؟ اشرح لكم يا استاذ ازهر، هسه انا قاعد وياه اشرحها يمكن ثلاث مرات لو اربع عادها من عدد المحاضرات السابقه. هاي واي برايم تمثل لنا يعني دي واي اوفر شنو طلاب؟ دي واي اوفر دي اكس. الواي برايم رفع ايده علي كريم، تفضل علي كريم. شو تمثل هاي؟ علي كريم تفضل. اسمعني مدى سمعت. زينب فارس تفضلي. دكتور فيرست اوردر؟ فيرست اوردر اوردينري ديفرنشال ايكويشن. اي فيرست اوردر اوردينري ديفرنشال ايكويشن. اوكي طلاب، فهسه بما انه هي فيرست اوردر اوردينري ديفرنشال ايكويشن حنشوف شلون حنحلها بالباور سيريز. زينب شنو العفو؟ فارس. زينب فارس. طلاب اللي شاركوا وما سجل اسمه بس يذكرني، خاف انسى اسجل اسمه، يذكرني على المود اضيف له يعني بلس. إله. واضح طلاب؟ فهسه طلاب هسه عندنا هاي فيرست اوردر اوردينري ديفرنشال ايكويشن حنحلها بالسيريز. طبعا هو مو موضوع صعب كلش سهل، هذا يعني من حيجيكم عليه اسئله بالفاينل او بالمدنات هذا مساعده لكم، يعني لانه حتيجي اشرح لكم استاذ ازهر الابلكيشن شويه يحتاج لها تفكير وحل، يحتاج لها يعني وقت وحل. هذا الموضوع ما يحتاج له هوايه، يحتاج له بس وياي تنتبهون وترجعون تراجعوه بالبيت، تضمنون بيه درجه، تضمنون بيه درجه بالمد، تضمنون بيه درجه بالفاينل، فموضوع كلش بسيط، بس ركزوا وياي. فهسه عندنا هاي فيرست اوردر اوردينري ديفرنشال ايكويشن، الفرضيه مالتي طبعا هي لازم تحفظوها هاي الفرضيه ما تجيكم بالامتحان، قلنا عنها باور سيريز سميشن ام اكوال 0 تو انفينيتي اي ام اكس اس ام، وقلنا هي عباره عن اي نوت A1X زائد A2X تربيع زائد A3X تكعيب، هاي تنحفظ طلاب.
فهسه نعوض بدال واي برايم شو نعوض طلاب؟ نعوض الواي برايم هنا للسيريز اللي هي اي 1 زائد 2 اي 2 اكس زائد 3 اي 3 اكس تربيع زائد النقاط. نسد القوس، طبعا اكو هنا نخلي قوس على مود ليشتبه ويا البلاس 1 ماينس السابق. ناقصا نخلي اشاره الناقص. اوكي طلاب؟ نفتح قوس جديد اللي هو شنو تمثل الواي، الواي هنا شنو نعوض عنها؟ نعوض عنها اي نوت اي نوت زائد اي 1 اكس زائد اي 2 اكس تربيع زائد اي 3 اكس تكعيب زائد اي 4 اكس 4. احنا بس اكتفينا بثلاث تيرمات لان 3 تيرمز تطلع عندنا واضحه. اذا كان عندكم مشتقه ثانيه فرضا الافضل تاخذون 4 تيرمز اور 5 تيرمز، يعني خمس حدود او ست حدود افضل تطلع اوضع عندكم. اوكي طلاب، فهسه احنا اخذنا بس 3 تيرمز، عندنا بس فيرست اوردر اوردينري ديفرنشال ايكويشن، فمن 3 تيرمز حتطلع عندنا واضحه. فهسه بعد ما عوضنا الواي برايم عوضنا عنها المشتقه للباور سيريز، مشتقه للباور سيريز، وعوضنا بدال الواي الباور سيريز نفسها، باور سيريز نفسها اللي هي حتكون هسه شو يساوي لنا طلاب؟ يساوي صفر. فهسه الخطوه اللي بعدها، الخطوه اللي بعدها نجمع كل كوفيشنت ويا الكوف، يعني عندنا كل الاي نوت الاي 1 هنا والاي نوت ماكو وياهن فاريبل اكس، فهذا اللي نقدر نجمعها نسويه، والاثنين اي 2 والاي 1 نجمعها نسويه. ليش؟ لانه مرتبطه كوفيشنت مرتبط بفاريبل اكس، وال 3 اي 3 والاي 2 نقدر نجمع نسويه. ليش طلاب؟ لانه هن ريليتد تو ذا اكس تربيع، ريليتد تو ذا اكس تربيع. وكذلك شنو 4 اي 4 نقدر نجمع فرضا ويا شنو اي 3، ليش؟ لان مرتبطه ويا الاكس تكعيب وهكذا. فهسه احنا اي 1 ناقصا اي نوت، خلينا الاشاره طبعا لازم تنتبهون على الاشاره كلش مهمه، اي 1 ناقصا اي نوت جمعناها سويه، ليش؟ لان ماكو وياها فاريبل اكس. و2 اي 2 ناقصا اي 1، 2 اي 2 ناقصا اي 1، 2 اي 2 ناقصا اي 1 جمعناها سويه، ليش؟ لانه مرتبطه ويا فاريبل اكس. و3 اي 3 ناقصا اي 2 ايضا جمعناها سويه، هذني مرتبطه ويا الاكس تربيع زائد النقاط يساوي صفر. فهسه صارت عندنا شنو طلاب؟ صارت عندنا هاي المعادله، هاي المعادلة equating the coefficient of each power series of x to zero we have. إذن هسه عندنا نقطة سياق أخرى اللي هي بالحل، أنه هسه هنا أنتم يمكن هاي شارح لكم إياها، شارح لهم إياها أستاذ أسهر بالماتريكس، من نطلع الايجن فاليو الكوفيشنت مع كل variables من الطرف الأيسر لازم يساوي لنا الكوفيشنت للفاريبلز من الطرف الايمن. فهسه اي 1 ناقصا اي نوت من الطرف الايسر شو يساوي من الطرف الايمن؟ يساوي صفر، صح لو خطا؟ اي نوت اي 1 ناقصا اي نوت يساوي صفر، والاثنين اي 2 ناقصا اي 1 شو يساوي لنا طلاب؟ ايضا يساوي صفر، ليش؟ لانه الطرف الايمن ماكو كله يساوي صفر. و3 اي 3 ناقصا اي 2 ايضا هذا شنو هاي الكوفيشنت مرتبطه ويا الفاريبل اكس تربيع، فايضا هنا من الطرف الايمن ما عندنا فاريبل اكس تربيع، ف3 اي 3 ناقصا اي 2 يساوي صفر. اوكي فصارت عندنا ثلاث معادلات، اي 1 ناقصا اي نوت يساوي صفر، واي 2 2 اي 2 ناقصا اي 1 يساوي صفر، و3 اي 3 ناقصا اي 2 يساوي صفر. اوكي طلاب، اكو واحد عنده سؤال اللي هنا؟ اكو فشي ما واضح؟ اذا عندكم سؤال اقدر اعيد لكم واوضح لكم اكثر عليه. اللي عنده سؤال يرفع ايده. علي كريم تفضل. علي عندك سؤال؟ علي تسمعني؟ ما اسمعك. عندك مشكلة علي بالصوت، يراد تشيك الحاسبة او تشد السماعات بالحاسبة عشان تقدر تحكي وياي واسمعك وتسمعني.
على العموم فهسه احنا قلنا انه هاي الكوفيشنت لازم من الطرف الايسر تساوي لنا الطرف الايمن، فبما ان الطرف الايمن عندي هو اكوال زيرو فالكوفيشنت without related any x هتساوي لنا صفر اللي هي اي 1 ناقص اي 0 يساوي صفر، والكوفيشنتس related with the x ايضا يساوي لنا صفر لان ماكو بالطرف الايمن اي كوفيشنت related with the x، فحيصير عندنا 2 اي 2 ناقص اي 1 يكوال 0، والكوفيشنتس related with the x تربيع ايضا يساوي لنا صفر لان الطرف الايمن ما بي كوفيشنت اكوال x تربيع، حيصير عندنا 3 اي 3 ناقص اي تربيع اي 2 اكوال 0. فهسه احنا خلاص الوقت، هذا هذا المثال حشرح لكم اياه الخميس ان شاء الله نكمل شرح المثال، وحاليا حيجي استاذ اسهر يعطيكم سؤال الكويز على تجاوبون ان شاء الله وموفقين يا رب. شكرا جزيلا. نعم شباب هسه وياي وياك دكتور. زين طيب هسه راح نرفع عندكم هسه اكو بالمال الكويز كويز اند مينت سويت فولدر راح نرفع هسه عندكم سكند كويز شباب هن ذني اربع اسئله جاوبون على اثنين بسيطات يعني واحده سكند اوردر واحده فيرست اوردر هذا راح اسميه كويز واحد هنا الى العشره حخلي انا انتهي التسليم بالعشره اللي ما يقدر يحل بس سؤال واحد يعني اذا تشوف روحك تاخرت هاي روح على الورا شوف روحك يعني تاخر عندك صارت صعبه عليك لا تشلب سؤال ما تعرفه روح على السؤال اللي بعده فهم اول مره قاعد تمتحنون فتعرفون المفروض هاي الشغلات اخلي لكم مثلا العشرة وخمسة ولا راح نتجاوز على الدرس اللي ورانا خاف طالب عنده مشكلة بال هذا الكوز مالتنا من عشرة راح نسويه شو بس ظهر عندكم الكلاس وورك ظهر الكويز شباب اللي يظهر عنده يروح يسوي بس نتاكد من عندكم ظهر سؤالين بس احنا اربع اسئله بسيطات جاوب على اثنين ظهر يلا هاي توكل على الله شباب انها العشره وخمسه تقريبا حاول ترتب امورك بالعشره حاول ترتب امورك بالعشرة سلم قبل العشرة بشوي وشباب فايل واحد مو انا مو انت امرة تمتحنون كل مرة اوصيكم الاجابة عبارة عن فايل واحد بي دي اف تجمع بيه الاجوبة مالتك مو تظل انا ما اعرف اواشك هاي اجابة ثمن مال يا طالب يلا شباب دكتور وتكتبون اسمكم داخل الورقة الملف فارغ ما في اي اسئلة فارغ انا هسه شلت ابي لحظه شباب شباب يعني حتى بي النهرين وبي خلي ارجع مره اخرى
دكتور موجودة الأسئلة بس لازم ننزلها للملف يلا تطلع. موجودة الأسئلة لقيتوها؟ ها آه، تريدوها صورة ما تريدوا بي دي اف ما تريدوا وورد زين ما يخالف هسه راح انزل لكم اياها صورة مو مشكلة. تمام هسه لحظة هذول مو كلهم عندهم موارد بالموبايل، يسوون تحميل بالموبايل مو بالحاسبة. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام دكتور. بلا زحمة السؤال بس يعني نقاط 1 2 3 4 بدون شرح او شيء مكتوب اختار 2 differential equation اختار 2 ايش اسوي لك بعد يا اخوي سؤالين جاوب لنا 4 جاوب على 2 لان معادلات تفاضلية يسمونها. لا دكتور انا مو على شو اسمه مو قصدي عن انه هواية او شيء مكتوب هو 2 مكتوب هو 2 اوكي بس يعني دكتور دكتور يعني يعطيك شرح لو دكتور ما قاعد تطلع عندي اسئله. اي اي مو غيرت سويتها صوره كان عباره عن وورد صار صوره السؤال يلا توقف على اي دكتور هو هذا قصدي يعني بدون اسئله. شباب اذا صارت الصوره بعد تنفتح عندكم بالموبايل وبالحاسب بدون برنامج. تمام دكتور هو هذا كان سؤالي. يلا اوكي توكلي على الله يلا.